احكي لنا غير شنو وقع وشنو وقع البارح ومن البدايه اللي وصلت النار. بالنسبه للنار انه بدات من كما نقولوا بدات في الجبل الفوق لواحد البلاصه تسمى بالمي من الفوق وجدت راكبه لانه دابا ظرف نقولوا شي 48 ساعه يلا راه تكون مؤخرا عادي يلا وصلت من هنا هذا الظرف اللي تحرك الريح من هنا هذا البحري هذا راه بحال دابا راه حنا في هذه البلاصه اللي كنقولوها في طلازاز هذه المنطقه هذه في طلازاز هي وهاد المنطقه الاخرى اللي هي الفوق هذه الجهه ديال الصباح هذه دابا راه غاديه من تما وهذه من تبع هذه المنطقه اللي هذه تبع القريه كابدولو راس دولو راس الماء ودابا الساكنه ما تضروش بهذا الشيء كاين لا هذه المنطقه انا ديال كدانا مجموعه ديال الناس اللي تضروا تما انه كيتسموا بالشرفه كما كنقولوا تضروا يعني ضاع لهم الربيع ضاع لهم الفراج كما نقولوا الساكنه كما تحركت من تما كامله ما بقاوش باتوا تما ما باتوش تما غالبا النساء بعدا خرجوهم الا ما كانش شي خسائر ماديه تما راه بطبيعه الحال كما نقولوا اللي عنده شي بهايم بحال الدجاج بحال الربيع اللي كانوا جامعينه الكسيبة بحال كل هذا راه كما نقولوا ضاع وبالنسبه للخسائر الزيتون, يعني الزيتون 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 كذلك تحرق لهم هالجهه هذه ديال كدانه لا من ناحيه الخسائر البشريه ما ضاع والو انما سمعنا واحد الخبر انه واحد كما نقولوا واحد القوات المساعده طاح شي حاسيه ولكن هنا بالنسبه للبلاصه ديال متليلي والمنطقه اللي تابعه لولاد داوود الخالد يعني ما كاينش شي خسائر شي واحد لا 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 من ناحيه شي واحد الساكنه اللي في ولاد داوود لا لا لحد الان ما كاين والو هذا ما ضاع حتى شي واحد شكرا لك دابا انت هذا مرحبا زوار موقعنا دور سيتي معنا احد ساكنه هذه المنطقه منطقه بني وكيل على ما اظن بني وكيل منطقه بني وكيل يمكن لك تحكي لنا شنو واش انت من المتضررين هذا الزيتون اللي زرعته هنا هو كما كتلاحظوا يعني الزيتون هو يعني النهار راه غادي توصل يعني كما كيقولوا اللحظات الاخيره ديال ديال الشرق خليهم لا هذا الزيتون شحال المساحه ديالو انا عندي تقريبا هكتار ديال الزيتون وكاين الناس عارفين هنا الجيران راه تقريبا شي يعني غير كنقولوا غير الناس اللي غير كيف زرعوا هنا راه كاين شي 3 هكتار تقريبا يعني هذه راه تمشي 100% لان النار راه شاده فيها تقريبا دابا شحال تكون المساحه الاجماليه كامله ديال الزيتون اللي مزروع في هذه المنطقه يعني كاين دابا 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 هذا هو الزيتون الاول كما كيقولوا اللي يعني على جنب الغابه راه كاين الزيتون دابا مع الريح راه كيتجه هكذا يعني كاين زيتون يعني كاين هكتارات بزاف اللي كاينه من هذه الجهه هذه غادي يعني غادي يمشيو 100% غادي يمشي لان دابا الريح كيتجه للسكان يعني في اتجاه السكان والساكنه انتم كيف كتشوفوا يعني واش تضرت واش ما تضرتش واش وصلتها النار في شي مناطق اخرى ديال هذه المنطقه لا كاين الناس اللي تضروا راه البارح عاودوا لي الدراري هنا في واحد الدوار هنايا يعني تضروا الناس يعني الديور ديالهم النار مشى لهم الماشيه ديالهم الزيتون مشى بواحد العدد ديال الحركه اللي مشات بالنسبه ل ما كاينش يعني خسائر بشريه في الساكنه لا الحمد لله يعني هذه هي الحاجه اللي كان الله يشكر عليها يعني ما كاينش خسائر ارواح نتمنوا ان شاء الله لان باقي عاد النار نتمنوا ان شاء الله ما يكونش خسائر كيفاش كتشوف المجهودات اللي كتقوم بها وسائل المصالح ديال الوقايه المدنيه والطرق الملكي والقوات المسلحه والقوات المساعده وكما تشوفوا دابا راه ما كاين حتى واحد هنايا يعني ها هي النار شاده راه ما كاين لا محاوله كنا كنشوفوا الطيائر كيدوزوا الصباح والبارح دابا ما كاين والو يعني دابا الاستعانه بالطائرات يعني ما كاينش مجهودات اللي باش تطفيها ما حدوش من لان كانت المجهودات ولكن ما كتبانش النتيجه ديالها هي النار يعني باقي شاده وغادي يعني في كما كيقولوا في جميع الاتجاهات وفي جميع المناطق شكرا شي نهار ولا شي واحد اللي تصاول شي حاجه ولكن جدد الحال الان راه مهبد الاخر الا ما وقعش واحد التدخل اللي هو سريع وعاودتنا فاعل خصنا فعاليه في القضيه القضيه ناقصها الفعاليه لانه كاين الجهات اللي هي معنيه بخصوص الناس ديال رجال المطافي كنشوفوا انهم الواجب تاعهم ما كاينش فيها على حساب المساله كنسجلوها عليهم وكنسجلوا حتى على بعض التهاون حتى تدبير هذا الامر هي هيئه تا هي الانسان يحس على انه راه كياخذ واحد الحرب هي راه حرب وخصو يضحي وخصو تضحي وخصو عزيمه الاراده باش يقضيو على هذا على هذا على هذه الحادثه هذه الحادثه لو كان تدبر بحكمه في البدايه كان ما غاديش يتسع هذا توصل هذه المساحه
بالنسبه للخسائر الحيوانات والاخر ما كاينش شي خسائر. كاين شي حاجه مسجله هنايا في متليلي شي واحد اون تحرقوا له باب بفعل هذا الامير، ولكن كنا سمعنا تاعنا شي خبر يعني واش تقدر تاكدنا بلي عندنا واحد الراجل كبير تقدر يعني فيها على فيها شمالا مطل على الواجهه المتوسطيه، جنوبا الان في حدود ملويه، غربا متجه نحو الحزيو، شرقا نحو راس الماء. الان اتسعت الرقعه نتاع الحريق، يخص يكون واحد فعال وكبير وسريع ويكون تدخل ديال الطيران. من غير الطيران ما يقدرش نقدروا نقضيوا على الحريق بهذه الطريقه، ما نقدروش نقضيوا على الحريق. ما نقدرش. شكرا. باش ماشي.